لا بريزونطاسيون اكستيريور لاتيريور ما دير لكم تيست براي بيان سي نهضروا على الموتور اللي فيه هاد الوحش الاماني الجمانيال نور شبيبي صباحكم الخير بخير ومرحبا بكم في نوفيل فيديو في لاشين تاعكم طوب ديزل موتور. عندي مده ما درتش لكم هذا اللونطري هادي باسكو عندي مده ما درتش لي فيديو في اليوتيوب بصح انا ولينا وغادي نولوا بقوه باذن الله كما العاده نمتعكم بالماتيريال القليل هنا في البلاد بالسيارات الرياضيه والمعدله ولا سيارات كما نقول لك رار اللي ما تشوفوهمش كل يوم. اليوم جبنا لكم تي تي اس وحده من اجمل لي تي تي اس اللي كاين في الجزائر. فاصون تي تي هذه بروحها الاس قليله بزاف اون بليس حبسوا لا برودكسيون تاعهم دونك هذه امبير لو راك سيتو هذه اللي عندنا اليوم ماشي ماشيه بزاف ولا فول اوبسون فريمون قوه. اللي ماراش ابوني في شبيبه يتابونا باسكو بزاف منكم راه تفرجوا لي فيديو ماراش ابوني دونك دير ابوني ودير لنا جيم هكا باش تدعمنا باش نجيب لكم مزيد من السيارات. غادي نخليكم هاد لي زيما شويه تشوفوا اوبي بلا السيارات تاع اليوم ونولوا بلا بريزونطاسيون كما العاده ليكستيريور لانتيريور وبيان سور نقلعوها ندير بكم دوره خفيفه باش هكا نمتعكم بالقياده تاع هذا الوحش الالماني. تفرجوا معنا هاد لي فيديو الخفاف ونولوا بلا بريزونطاسيون اتسويت. بسم الله ما شاء الله. دونك ولا شبيبه اللي معنا لا بريزونطاسيون تاع المانيفيك تي تي اس كما العاده بريزونطاسيون اكستيريور لاتيريور ما دير لكم تيست براي بيان سي نهضروا على الموتور اللي فيه هاد الوحش الالماني. نبداو بالاكستيريور كما العاده نبداو بلا فاصافون ديجا بلا ما نهضر السياره قبيحه الله يبارك فيها هاد لا 40 تاع التي تي ار اس فهم نيدابي الله يبارك السيكلي هنا تي تي اس سياره كاع جايه فول بلاك ابار لي لوغو تاع الاودي انتيريور انسكريبسيون تاع كواترو تفكرنا باللي سياره كواترو بيان سور لي فار تاعها فول ليد مع بيك زينو بيان سور جاي لا فورم تاعها رقيقة رايحة بالطول تعطيها هاديك لاغريسيفيتي الله يبارك. شوفوا لي تروا كار تاعها كيفاش ما شاء الله فيها هاد لا بتيت لام هنا في لافون بالغري سينو فيها لاجونت بانوار 20 بوس ما شاء الله لي ريترو اونغري بون نتبان لكم شويه بريو هنا باسكو السياره كاع غلفناها بالبي بي اف بي بي اف عطيها هذاك لاسبي بريون سينو شوفوا كوتي لاتيرا تاعها كيفاش. هذا الجنب اللي يعجبني كاع بزاف باسكو عندكم الوقفه تاعها كيفاش راسيس السياره جايه هاوده طايحه تحسك بلا سبورتيفيتي تاعها تحفة الله يبارك. زيت لي هنايا سيكلي تي تي اس بيان سير بالروج اونوار شوفوا لا لين تاعها شحال شاب الله يبارك لارو ديناميك تاعها قوة. شوفوا لي تروكا اريير انا الاريير تاعها يعجبني اكثر من لافون فيها اريير قوة الله يبارك. شوفوا معنا هاد التحفة هادي وها السيارة واش زايدين فيها هاد البيكي اريير هذا اون فول هذا كاربون 100% كاربون اللي جبت تي تي ار اس ركبناها لحنايا كاربون زاد هاديك لاكريسيفيتي هي نورمالمون تجي فيها لو بيتي بيكي هذا يطلع ويهود بس انا راه ديزاكتيفي علاش باسكو هذا البوا تاعه مشي مبروغرامي على حساب البيكي دونك ولا يطلع في دي مومون مشي وقتها دونك ديزاكتيفيناه باش يقعد فيكسي هاد البيكي تاعها. هذا زاد قلبها فاريه تاع صح الله يبارك الفو اير فلان هذه سير ام 4 هذا الموديل الثالث تاع تي تي اس والاخير مالوريزمون حبسوا لا برودكسيون تاعهم كي هي كل ارويت ديجا هذه عطوها لا ميني ارويت ارويت صغيره بون ارويت تجي فيها في 10 موتور اريال اروك هذه تجي فيها موتور دو تي اف سي 4 سيلاندر ديفلوبي 310 حصان تكون حالكم كابون نقول لكم الموتور تاعه من بعد بيان سير فاصون في دي بيرفورمانس شابين دوك نسيوها في تيست درايف فيها دي سورتي دي شاكوتي
الاراس يجي فيها جوج على صورتي منا صورتي مليه كبيره في كاع في كاع الموديل اراس فاتو كيما هكا في الاس يجي فيها 4 صورتي جوج منا جوج منا في الموديل اراس يجي فيها 2 صورتي جوج كبار وحده من وحده من فيها لا جيب اريير جي اونغري كيما هكا. والسياره هذه قاعده ستوك على كل حال السياره ماشي ماشيه ماشي جوج 40000 ولا 50000 فريمون ما شاء الله. تانيك حاجه اللي تبينها في تي تي اس هي هاد الاطراف ديسونس جيت هذيك اونغري مات اونغري اصلي كما هكا شوفو هنا هاد التحفه هادي ان شاء الله قوة. انا فريمون كود كور لهاد السيارة هادي واحد من الناس كيما نقولو شوقتني للسياقة تاعها ودوك متاعكم معايا تانيك بيلوطاج تاع هاد الوحشة الألمانية. دروك ندخلو للانتيريور نبارطاجو معاكم لابيتاكل تاعها وندخل في ابيتاك بيتو سامب لي سياج و جاكا طوريجين سيغلي اس هنا بيان سور هي تجي 4 بلاص نفس لي بلاص اريير صغار على على كل حال مي بون او موا توفر دي بلاص اريير لي سياج دو طوانوار كيما كاع الموديل سبور في الاودي جي بيتو سامب نتيجة تاعها بيتو سامب. وثانيك في الاودي تي تي قالعين ليكرون منا في الام 4 هذا ومرجعين كل شيء في الفيكتور كوكبيت تاعها يجي هنا هو يعطي كاع لي زانفورماسيون تاع السياره سينو فيها فولون اون كوبير ديسكريبسيون تاع كواترو هنايا باش ذكرنا بلي السياره دفع رباعي. هنا عندنا من قلاو لي زيكرون عندنا بليس ديسباس هنا باش يديرو لي سورتي تو كليماتيزاسيون هنايا فيهم افيشار اون ليد. هنا هنا عندك درايف سيلكت هنا وتخير لي مود دو كوندويت تاعك هنا وتخير هنا دير اوتو اوتو هولد ديزاكتيفيه منا هنا ديزاكتيفيه لي اس بي هنا جوستمون باش طلع هذاك لو بيكي اريير اللي قلت لكم يطلع بون هذاك يطلع اوتوماتيكمون 120 الور يطلع اوتوماتيك هنا ديزاكتيفيناه ولا هنا طلعه وتهودا مانيوالمون. هنا صحه تاع الباركينغ هنا عندك ميت مود مان ليبر هنا تتحكم في الميديا هنا لابواط فيتاس سي رابور تاعها استرونيك هنا وتخير الماب تاعك وكاع في ليكرون تاعها بون ديرها كونتاكت هاكا باش تشوفو كاع لي ديسكريبسيون تاع السيارة. هنا وتخرج لك الماب هنا فيو هنا تخير ديفيرون هنا كي تدخل في فيو تعطيك لي ديفيرون مود تاع كوكبيت تاعها تقوم هنا الماب والتليفون هنا تاع التليفون هنا باش تخير باش تكون عندك التليفون تاعك بيان سور هنا الراديو والميديا تاعك هنا لا مولات هذه باش تانيك تتحكم في الـ هنا في الفيتو كوكبيت تاعها هنا الفرامة اوتوماتيك وهنا صوالح عاديه في كاع السيارات اودي على كل حال هنا وتخير وين تاع الاضواء تاعك وكاع هنايا باش نجمو نحكوا على السياره دو لانتيريور هذا هو دروك غادي نحلكم الكابو ونشوفوا واش كاين تحت الكابو يلا هاو تشيت. دونك فوالا شبيبة هذا هو الموتور تاع تي تي اس يجي محرك 4 سيلاند 2 لتر اف اس اي معروف هذاك اللي هاي ديفلوبي 310 حصان 380 نيوتن متر تعطيك لي بيرفورمون شابين تفاصيل الموتور بريسك سو لو ميم اللي يجي في الاودي اس 3 موتور معروف هنا عندنا يعطيك دي بيرفورمون فريمون شابين ويمتعك في القيادة سيتو بلا كونتويت سيستم كواترو تعطيك سيكيورتي في لا كونتويت فريمون شابة بزاف. هذا الشيء كاع دوك تشوفوه في التست درايف هكا نوضوها نقلو بها ونسيو متاعكم معنا هاد القيادة تاع الماريفيك تي تي اس تلقاو على الانتيريور ولا تي صدراف يلاه تشوفيت. دونك فوالا سي بيبو حنا رانا لداخل الانتيريور تاع الماريفيك تي تي اس باش ندرو بيه لو تيست درايف هاكا نسيو نوصلو لكم لي سونساسيون لي تنجمو تحسوهم في القيادة تاع هاد النوع من السيارات. سيتو هاد السيارة هادي فريمون تحفة الله يبارك كيما هنايا رانا في لافي راهي في المود كونفور هادي فاش مليحة بارابور الار 8 ميم سي سي با الماء موتور كاع هادي تنجم ديرها سيارة تاع كل يوم تقدر ديك ديرها في مود كونفور هنا راهي سيلك تخيل مود كونفور تحس تاع الموتور بلاص كاع ما تسمعش تسوق هاك سيارة عادية تنجم تستعملها يوميا الاز باغ كونت الار 8 باش تستعمل في دي سي يوميا شوية كومبليكي الحالة. دونك فوالا على بيها هادي السيارة جاي نص نص ما بين ايبر كار ما بين سيارة سبورتيف اون ميم طون تعطيكم دي بيرفورمون شابين كي ديرها في المود سبور دوك شويه هكا في الطريق هنا نديروها في المود
في المطبور هكا تعطينا كاع الجهات اللي عندها تما تنجم تتمتع ما ملحست على شابو كاع يتبدل تحس بك سياره في سياره رياضيه كما هنا نديروها في الموس كونفور هي اوتو في الديناميك ديجا تولي في مود اس نديرو الدوره على واش هنا في المانيوال الله يبارك شتو لا ترانزيسيون ما بين مود كونفور والاس السياره قاعده تتحول وتولي تعطيك دي سونساسيون فريمون شابين وسبورتيف وان شاء الله الحاجه اللي تعجبني في الاودي بزاف كوادرو تعطيك هذيك لا سونساسيون دو سيكوريتي تحس راك في السياره امينه جاو لا سيفري عندك مو دو بليزير باسكو بروبولسيون كاع تعطيك كيما نقول بليزير في لا كونفي تعطيك دي سونساسيون بصح هذه تعطيك سيكوريتي تحس راك في السياره امينه كيما تدخل في رون بوان تنجم تدخل فيتاس طالعه ودورها اليز كان السياره كما نقول لك كونفورتابل وتحس بالامان لا سبورتيفيتي ناقصه فيها في هذيك كما نقول لك كما هنا بايزون في البي ام تحس ب لي سونساسيون هكا بروبيسون لي سونغول بي ام يفهموا واش راني نهضر شالا في الاودي تحس تعطيك سيكوريتي دور لي فيراج عندك كما كات دور نورمال دابا تعطيها بلا فيراج دور نورمال اليز تاني فاتيتي حاجة اللي ولات روماركي فيها كي تجمع فيها تعطيك اون اسيس باس تحس روك قريب من الشاسي قريب من الارض كيما قالوا هنا ميم زيا كي خوا الطابلو دبور عندك انفيزيبيلتي شابة ما داروش الزيكرون هنا وكاع ثم عندك فيزيون كلير وتشوف كاع الاسباس اللي عندك قدام وداروا كل شيء في هذا الاكرون هنا في الفيرتيال كوكبيت تاعها باش يسمو يليبيري وكاع الشونت فيزيون تاعك كيما قلت في اون اسيس باس كي تحس روك في سيارة رياضية تحس روك طايح في الصوبة تاعها متعة صح كي تبغي ترجعها عاقلة في درايف سيليكت تاع ترجعها للمود كونفور طيب هنا تولي سيارة تاع يومين تروح تجيب بها الخبز والحليب مع طالي المتواصل وتولي اليز فريمون فيها متعة تاع قيادة الله يبارك روعة واش نجمو نحكو على هاد تي تي اس كما قلت لهم ديفلوبي 310 حصان فيها قوة زعما شابة تقدر تقول قوة تاع استروا على سبيل المثال بس على الايروديناميك تاعها كما قلت لكم بليزير دو كونديت فيها فريمون سبيسيال المهم هي السيارة درك هادو هادو مع من قدام غادي تزيد لافالور تاعهم باسكو حبسوا لا بروديكسيون تاعهم وباش تبقى حبة كيما كان قيا في ليطا هذا فريمون بسم الله ما شاء الله روعة تواصلنا في المود كونفور ما نجمش نصور جريدة ديناميك اس يعيط هناك الفريم ما شاء الله اذا ما تريد سونساسيون فريمون هاد السيارة تعطيك دي سونساسيون دو كونتويس لا لا اروع دونك فوالا شبيبه هنا كنا حقنا رفعنا على الفيديو الا عجبت على الفيديو ما تنساش تخلينا جيم هكا باش تدعمونا نجيب لكم مزيد من السيارات وسيرتو ابوني في لاشين باسكو بزاف منكم راهم يتفرجوا على الفيديو ما راش ابوني معنا دونك فوالا دير ابوني باش ما تراتيش لي فيديو اللي جايين نقول لكم تهلاو في راكم بزاف بزاف نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله السلام عليكم.